حكايه التمثيليات بتاعتك دي بين المشاعر ومش المشاعر، انت ما عندكيش مشاعر اساسا. متصلين بالجرس ولا ايه؟ بس اخرسي خالص، اسكتي بقى. بقى اهلا يا حماده. لا مؤاخذه يا باشا، اتفضل. اتفضل فين؟ ده اختوه. لا عايز حاجه؟ اتفضل خش جوه. انا مش عايز اعمل مشاكل. بس علينا مفيش مشاكل ولا حاجه. تشبيكو جاميك. اشكرك انك جبت لي الشنطه بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجه اسمها نو. ماتان اللي دوفوني تون امي يغير عليك. سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل ايه؟ المفروض ان انا مديرة اعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة دوشة دوشة. ده ما بتعبرنيش حتى بالناس. ده عين وحق جالي اللي ده عين. انت تتحرش بيا؟ نمتوش با اسباس دو كرابي. ولا يهمك ولا يهمك، سيبك من البرطمة دي. فين الشنطة؟ هي يا باشا الشنطة. الله يخليك، مش عارف اقول لك، دي مهمة جدا في حياتي. حطها هنا زي. حاضر يا باشا. هتا فيها حياتي. معرفش دي ايه. يا خبر ابيض، دي كل حاجه، كل حياتي فيها. لا مؤاخذه ناس، معلش معرفش هو انت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذه يا باشا، حطها برفق مش كده. امرني بحاجه يا باشا. دي واحده، دي واحده. تعالى تعالى بس، تعالى خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوه انك جبت لي الشنطه دي. لا والله. والله حلاوه الشنطه. ايوه ده نفسي تضيع واجبالك تاني. مروه عفوا يا ريس. ابو نادين عفوا. حسين ناجي. مساء الفل حماده. بس انا فهمت طلبكم، خدوا الارداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مسيروا ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ست الضلبه ستاره، ابيض في النور ومفيش حاجه هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا احلى. اسمعي بس يا بنت، انا بظبطك. لا لا احنا كده احلى. الحق عليا لو عاوز اعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زباله. وناجي حبيبي. ايه يا عم حبيبي؟ حبيبي حماده وحشنا. وحشنا يا ناجي. انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خفت. خفت. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي دي ولا ورد؟ حقيقي يا عيني. ايوه. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انا رحمه ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في درك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت ابن حلال مصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه، اسمع بدي، انا هرشها. ماشي. دي الدرجه دي حلوه. مبهره مبهره. الرياده يا ناجي. انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه؟ ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا الازازه هي يا سيدي. مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. اول ما وصحت نفس اليوم. نفس اليوم والله. يا نفس اليوم. يلا صباح الفل. يا راجل بقى، تصدق على فكره البنات كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الازازه المعفنه. كنت فين النهارده انت؟ كنت فين؟ وميل وكتب منديل. مش عارف اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى القصر ده. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ يا ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتاكلي على الله بقى.
ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. اه بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه كلاب. ايوه بالظبط لسه كلاب عارفه. برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا في أي حاجة زيادة عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة نورماندي تو تربتة تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ ما بص شوف بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيه؟ شحال ما كانش مقرب بتحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة يعني الحكم سقط يا منى. وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين عواطلية مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. اه الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونه وتقف على البلاعه عشان تشوفني. اقف على البلاعه على ديلي بقى ولا هعمل على عيبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده قول انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزه جنب انا احلها. تمام اللي انت شايفه يا حماد اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. شفتي فجاه بصي فجاه. اللهم صل عليك يا نبي. اه والله وابور بتاع نجيله فجاه اتحولتي. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ اسمي يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروش وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبك بجنبك. بقول لك عازب البيت هيقع. الله يكرمك. نعزب عازب بقى. خرجني. ضاعي بالجنب. اهو. يلا سكي. يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني، مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس، معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبابها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. Bonjour, shérif. صباح الخير. T'as bien dormi hier soir? Alhamdulillah. Shérif. نعم. Je veux te parler d'un sujet très sérieux. تفضلي. أنا من ساعة ما وصلت هنا مش شايفة غير ناس غريبة، ناس مش من مستواك. أنا ما غصبتكيش إنك تيجي معايا، أنت اللي أصريتي إنك تيجي معايا مصر. مش عاجبك خروجاتي اتفضلي خدي عربية وروحي أي حتة أنت عايزاه. مش عاجبك مصر سافري. أنا بقى هقعد. أنا جاي هنا عشان أعيش الذكريات الحلوة اللي أنا عشتها في بلدي. أوكي. كون تو. بون جورني. صباح الخير. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. اتفضل العربية جاهزة. حمادة جه؟ حمادة؟ حمادة مين؟ حمادة محمد حسين السواق اللي كان معانا امبارح. مش ده سواق عندكم في الاوتيل؟ اه يا فندم هو سواق عندنا في الاوتيل. خلاص انا عاوز السواق ده والعربيه دي يبقوا هم اللي معايا على طول. حاضر يا فندم انا هغير السكادجول بتاع السواقين وهيكون معاك النهارده ان شاء الله. شكرا. بعد اذن محمد حسين اجيبه منين دلوقتي؟ محمد حسين اعمل ايه انا في اليوم اللي مش عايز يعدي ده؟
الحقني يا مستر شوقي. في ايه يا ايمان انت على طول تخضيني كده؟ الدكتور شريف عايز محمد حسين ومصر عليه. مين محمد حسين؟ السواق اللي كان معانا امبارح. يا سلام، امبارح كان مانجيجو والنهارده مصر عليه؟ بقوا اصحاب امتى دول؟ اتصرف يا ايمان اتصرف، انا مش فاضي. يا جرح فاضي يا اسطى. يا جرح اتفضلي يا حاجه، اتفضلي اتفضلي. الو الو، صباح الفل يا ايمن باشا. ده ايه الصباح الجميل ده؟ لا 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 لا، انا هنا جنب الاوتيل. اجيلك. يلا يا ننوس. لحظه واحده يا ايمن باشا. خلص يا ننوس. انزلي يا حاجة، يلا انزلي انزلي، البطاريه نايمه، يلا انزلي. نايمه يا مزهوك، ده انت اللي نايم. الله، انت وليه ليله الابت حاجه؟ ايه حاجه؟ بقول لك ايه، ما تكترش يا حبيبي وتعالى وديني مدينه طنطا. فاضي ده، يلا حاجه انزلي انزلي. يلا يومك يعدي وديني مدينه طنطا. هتعمل ايه في مدينه نصر؟ هتمسحي هناك؟ بقول لك ايه، ما تكترش وديني عباس الحقاد. يا ولا عباس الحقاد ايه؟ انت اللي زيك روح عباس الحداد مش الحقاد. ايه يعني مش هتركب لي ولا ايه؟ اركب توك توك في تاكسي انزلي. توك توك انا هوريك التوك توك ده عين امك. وريني يا عين خالتك. هتعمل ايه بقى؟ انت وديني ليه؟ بص، انت قد ابويا ومش عايز امد ايدي عليك. ابوك يا احمد، انا هوريك انا مين. الله، يلا. ايه يا بنتي؟ لا، ينايم حالك. ينايم حالي؟ ما هو نايم لوحده. يا ناصر يا مان، عليك مره بربور على موسخ. لا لا، مش انت يا مان باشا. انت فين يا بن ادم؟ دي العربيه بتاعت امبارح وده المفتاح بتاعها كده. دي عربيه الاستاذ ايمن مش كده؟ دي عربيه الاستاذ ايمن. روح انت بقى ساعتك. حبيتك من أول يوم شفتك في الجراج. وأنا حبيت سياس الجراج. بتخني يا حمادة؟ مين زي؟ ده الجراج. جراج؟ تعال أركب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بتعمله في عربيتي ده من آدم؟ هي دي عربية حضرتك ولا إيه؟ عربية حضرتي. انا والله بفكرها العربيه بتاعت الشركه، ما خدتش بالي خالص والله، بتاعت الاوتيل قصدي. حاجه عليا؟ لا، ما هو كده ما يصحش خالص على فكره. ايوه حاضر، خلاص انا قلت لحضرتك حاضر. اعمل ايه يعني؟ اكتب كتابي عليها يعني عشان خاطر اصلح غلطتي؟ حضر نفسك يلا. طب عم ابراهيم فين؟ مش المفروض ان كان اجازته تنتين امبارح ويجي هو النهارده؟ عم ابراهيم توفى. لا والله توفى كده؟ ده انا ما شفتوش. لا اله الا الله. طب وانت هتدوا لي البدله بتاعته بقى ولا كفن ولا هتعملوا ايه معايا؟ مش فاهم انا. هنشوف لك بدله على مقاسك. اتفضل يا استاذ ايمن. ميرسي يا حماده. ايه ده؟ الريحه دي عجبتك؟ عجبتك؟ عجبتني ايه؟ دي الريحه المهببه دي. هو انت غسلت العربيه بايه؟ الظاهر انها غسلتها بعربيه، غسلتها بحاجه مش الصابون مش حلو. ايه؟ ايه ده، انت بتعيط ليه؟ لا ابدا، بس فرحان بالوظيفه. هي 10 ثواني بس وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه يا حماده ده؟ ايه الريحه؟ ايه الريحه الفظيعه دي؟ ايه ده؟ لا يا حسين، الظهر غسلت العربيه بصابون ريحته مش كويسه.
اتفضل يا باشا. الله 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 على مصر وهوا مصر وجو مصر. يا سلام، انا عايز اعبي صدري كده بهوا مصر. عبي يا باشا، الحاجه الوحيده اللي ببلاش. هو انت لازم تتفلسف؟ بطل فلحسه. فلحسه؟ عمر الباشا، هات لنا ثلاثه شاي. لا انا عايز حاجه ساقعه. وحضرتك شاي؟ اتنين شاي واحد حاجه ساقعه. عندك اتنين يا مسهرني وواحد درت الايام بسرعه. على فكره ده متيل يا ولاد. ده مش هنتغدى ولا يا باشا؟ وانت ايه ما بتشبعش؟ ده كان سندوتش على الماجد. القهوه دي فيها حاجه غريبه قوي. يعني ايه احنا في عز النهار شباب قاعد مفروض يبقى في دراسه في جامعه، ورجاله قاعدين مفروض يبقوا في شغل مثلا، لا شغلانه ولا مشغله، وفي عز النهار في ايه؟ حبوا بعض يا باشا، حبوا بعض بقى في عشره. عشرة؟ ولو حضرتك جيت كمان سنتين هتلاقيهم قاعدين نفس القعدة. لا لا لا.